نافذة المستهلك برنامج إذاعي توعوي يتم إعداده وتقديمه بالتعاون مع المختصين في إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على الجمهور، ليكون بمثابة تواصل أسبوعي بيننا وبينكم في سبيل تأصيل ثقافة استهلاكية سليمة. نافذة المستهلك. أسعد الله مساءكم مستمعينا بكل خير، نرحب فيكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج نافذة المستهلك، واللي يخلق تواصل مباشر بيننا وبينكم أعزائنا بشكل أسبوعي، ونحاول قدر المستطاع إثراء معلوماتكم الاستهلاكية ونشر ثقافة ومبدأ الحقوق والواجبات. معكم في حلقة هذا الأسبوع فاطمة محمد وزميلتي في التقديم مريم القانع. هذه تحية مني لكم أعزائنا المستمعين. فاصل نبتدي معاكم أولى فقرات حلقة اليوم، فكونوا معنا. عزيزي المستهلك، في حال رصدكم لأية مخالفات في الأسواق يمكنكم التواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك على رقم 1700-7003. قضية وحل. حياكم الله مستمعينا في أول فقرة، وهي فقرة قضية وحل. قضية الأسبوع مستمعينا تتعلق بالشكاوي والمشاكل اللي تكثر مع فترة الصيف، بما أن الناس يعني تبتدي تجهز حق السفر في الإجازة، فالتعامل مع وكالات السفريات يزداد، وبطبيعة الحال تزداد الشكاوي المتصلة بموضوع السفر. اليوم قضيتنا تتلخص أن المشتكي زار أحد مكاتب السفريات عشان يحجز تذاكر طيران وإقامة له ولعائلته، فقام الموظف في مكتب السفريات بعرض بعض الرحلات الجماعية اللي ممكن يستفيد منها الزبون. بالفعل عقب ما طلع المستهلك على تواريخ الرحلة ومكان الإقامة والرحلات السياحية الداخلية، يعني طلب من الموظف إتمام الحجز ودفع المبلغ كامل. نعم، طبعا القضية اللي تكلمتي عنها مريم مهمة، خصوصا في فترة الصيف، وجيد ان احنا ناقشنا تفاصيلها عشان نوعي مستمعينا بكيفية التعامل مع مكاتب السفريات والرحلات الجماعية اللي تتنافس في تقديم عروضها للزباين. وبالتأكيد على المستهلك انه يتعاقد مع مكتب سفريات موثق ومرخص علشان يضمن سلامة رحلته السياحية بدون اي مشاكل. كلام سليم فاطمة، ولكن للأسف العكس حدث مع المشتكي، لأن لما وصل الفندق اكتشف أن الحجز اللي باسمه غير موجود في قائمة الحجوزات، والمشتكي اضطر أنه هو يعني يتصل مع المكتب في البحرين عشان يبلغهم عن المشكلة، وللأسف كان الوقت متأخر يعني في الليل عندنا في البحرين، وما قدر يوصل حق أي موظف في مكتب السفريات. نعم، طبعا هذا الموقف حصوله مؤسف، خصوصا أن الشخص في غربة وبعد مشقة وعناء السفر. لكن سؤالي مريم، هل المشتكي كانت عنده أرصدة ومستندات الحجوزات تثبت أنه تعامل مع هذا المكتب؟ للأسف لا، المشتكي غفل عن استلام جميع المستندات الثبوتية وقت حجز التذاكر والفندق، وما قدر أنه يثبت للفندق أنه فعلا قام بدفع كل التكاليف مالت الإقامة. نعم، طبعا هذا الموقف للأسف نتمنى أنه ما يصير لأي شخص، لأنه بالفعل الشخص لما يكون في الغربة يعني ما تتوفر للمساعدة بشكل يعني تام إلا المستندات اللي تثبت صحة الحجوزات اللي قام بها في ديرته. عشان كذي احنا مستمعينا ننصح المستمعين اليوم، وخصوصا في حالة السفر، انهم يكونون متأكدين من جميع امورهم 100%، انهم يحتفظون بالأوراق والإثباتات اثناء السفر ولحين الرجوع بالسلامة. هذه الأوراق في بعض الأحيان مريم احنا نغفل عن أهميتها عقب ما احنا نخلص كل الإجراءات، لكن في الحقيقة بدونها ممكن أن الشخص يضيع. كلامك صحيح فاطمة. اللي طمن في الموضوع أن يعني الصبح قدر المستهلك أنه يتواصل مع مكتب السفريات في البحرين وطلب أنه يغير الفندق بالكامل،
بالفعل تم حجز مكان الإقامة في فندق ثاني وجريب ويتمتع يعني بمواصفات أحسن. فنصيحتنا اليوم أن دائما يعني نحب نقدمها حق المستهلكين أو المستمعين، أن من واجب المستهلك يفكر ويحلل قبل اتخاذ أي قرار. يمكن كان من مقدور المشتكي أنه يتجنب الوقوع في مثل هالمشاكل لو كان على قدر من الوعي بأهمية الاطلاع على يعني معلومات الرحلة ومكان الإقامة. نعم. وتفاصيل الرحلات السياحية. بالتأكيد نرجع نأكد على أن موضوع الوثائق والإثباتات يعني هي اللي راح تحفظ حقكم أكيد. هذه كانت قضيتنا اليوم، نتمنى من المستمعين أنهم استفادوا ويأخذونها بعين الاعتبار قبل السفر. فاصل ونواصل معاكم فقرة مستشارك. عزيزي المستهلك، هل تعلم بأن عرض عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل في المحل أو تضمينها في أرصدة الشراء تعتبر مخالفة لقانون حماية المستهلك؟ مع تحيات إدارة حماية المستهلك. 1700-7003. مستشارك. حياكم الله مستمعينا في الفقرة الثانية من برنامجنا لهذا الأسبوع، وهي فقرة مستشارك. امتدادا لموضوع السفر والسياحة، راح نتكلم مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع عن ميزانية بداية موسم المدارس والمناسبات اللي تتوالى في هذه الفترة، وشلون المستهلك لازم يرتبها وينظمها بطريقة صحيحة بعيدا عن العشوائية. نرحب معاكم بالأستاذ عارف خليفة، باحث اقتصادي ومحاضر مصرفي ومتخصص في الاقتصاد المجتمعي والسلوك والتمكين الاستهلاكي. نرحب فيك مرة أخرى أستاذ عارف في برنامج نافذة المستهلك. مساء الخير. مساء الخير، مسيكم بالخير، مشكورين على الاستضافة. حياك الله أستاذ عارف. مثل ما قلنا أن المناسبات كثيرة وتتوالى يعني طول العام أو وراء بعض، مثل الأعياد، موسم السفر، موسم العودة حق المدارس وغيرها الكثير. حدثنا عن سلوك المستهلك في هذه الفترة، شلون كان المفروض يتصرف من البداية عشان يتجنب الوقوع في ضائقة مالية؟ نعم طبعا، احنا دائما نتكلم عن تقسيم أمثل للميزانية الشهرية والسنوية. نخلي 25% للمعيشة. دائما لما نتكلم عن المعيشة نتكلم عن ثلاث أمور رئيسية، وهي الأكل والاستجمام طبعا والسفر. ومن ثم 25% حق ميزانية السكن أو المنزل، و 20% حق المواصلات متمثلة في السيارة، ومن ثم 18% للمدارس، وبعدها طبعا نتكلم عن 19% للتوفير والادخار والطوارئ. إذا تقيد المستهلك بهاي التقسيم فيعلم أن أموره ماشية في السليم، وأي تجاوز للنسب في قسم من الأقسام طبيعي راح يتأثر القسم الآخر. نعم. وطبعا ومن هنا يبدأ مشوار السلف والدين والقروض والبطاقات الائتمانية. لما يخلي ميزانيته الشهرية أو السنوية، احنا دائما نتكلم عن سنوية، يجب عليه أن يكون ملتزما بهذا التقسيم عشان يعطي كل موسم حقه من الميزانية ويبتعد عن عدم التخطيط والعشوائية. نعم أستاذ عارف، ذكرت أهمية التخطيط السليم، لكن مع ارتفاع الأسعار وغيرها من الظواهر، وأيضا في ظل الظروف الاقتصادية اللي تمر فيها المنطقة، هل المستهلك برأي قادر على التخطيط لميزانية مثل ما ذكرت، الميزانية السليمة؟ طبعا التخطيط السليم والمعطيات الأولية السليمة دائما تعطي نتائج جيدة. نعم. لا أحد ينكر وجود ارتفاع في الأسعار على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، ووجود أيضا تقلبات في نسب اللي هو التضخم، ولكن ما زال الوقت موجود للتخطيط السليم مع ارتفاع نسبة الوعي السلوك الاستهلاكي والوعي المالي. يعني أن تبدأ خيرا من أن لا تبدأ خير شر. صحيح. والذي طبعا الوعي المالي اللي لا بدأ لزاما وضروريا لجميع أفراد المجتمع
والعائلة أنهم طبعا يتعلمون. نعم، جميلة هذه النصائح منك أستاذ عارف، نتمنى من الجميع أنهم يطبقونها عشان يتجنبون المشاكل المادية. بس المستهلك اليوم ما يطمح فقط أنه يوفي بالتزامات المتوالية، ولكن يطمح أيضا أنه يدخر. هل في خطة معينة يمكن للمستهلك أنه يتبعها عشان يقدر يصرف ويستانس ويسافر وكذلك يعني يدخر في نفس الوقت؟ طبعا في عدة طرق، ولكن أنا ما أفضله الآن للمستهلك أن يقتطع ما نسبته 10% إلى 12% من أي إيراد أو ريفينيو يدخل عليه. أي إيراد يدخل عليه يشيل منه اللي هو 10 و12%، ويبدأ فعليا بالنظر إلى جميع مصاريفه الأساسية والكمالية بتخفيضها بنسبة 5%. ياخذ له اللي اكسل شيت او اي من هالنماذج يخفض اللي هو مصاريفه كل ربع سنه 5%، وهو قادر على ذلك طبعا مع اتباع التقسيم الامثال للميزانيه الشهريه والسنويه. نعم أستاذ عارف، يعني في مواسم دخول الصيف طبعا هناك عروض من قبل مكاتب السفريات عن السفر إلى دول معينة أو عروض الرحلات الجماعية، يعني العروض الترويجية تكثر والمكاتب أيضا تتنافس، شلون يمكن المستهلك أنه يختار الأنسب منها في يعني بحيث أنه ما تتأثر ميزانيته بشكل سيء؟ هل هناك معايير معينة يجب الالتفات لها ودراستها قبل اتخاذ هذا القرار؟ نعم، صراحة شفنا للأمانة التنافس الشديد جدا بين مكاتب السفريات وعروضها للرحلات الجماعية. ليست مكاتب السفريات على مستوى المحلي، على مستوى مملكة البحر، حتى اللي هو مكاتب السفريات القريبة إلينا في مجلس التعاون الخليجي، بل في الوطن العربي وعالميا. نعم، وصراحة هذا التنافس على السعر للأسف فقط في السعر وليس في الجودة من الملاحظات اللي دائما تطرح بين الفترة والأخرى. أمانة الاختيار يجب أولا أن يكون على ميزانية محددة مسبقا وليس على جهة سفر محددة. يعني أنت لا تتحدد لي أن بتقول بتسافر في هالمكان وتخلي لها ميزانية، لا، يجب أن يكون لديك ميزانية وبعدين تحدد اللي هو الميزانية توديك إلى أي منطقة. طبعا يراعى فيها العروض والخدمات اللي تقدم من قبل هذه المكاتب وجودة الخدمة، ومن ثم شغلة مهمة سعر صرف العملة في الدولة المراد زيارتها ونسبة التضخم فيها، بالإضافة طبعا إلى ما يميز الدولة عن غيرها من حيث قطاع المواصلات وقطاع الضيافة والمطاعم، وهناك طبعا عدة أمثلة على ذلك. وعلى ضوءها فعلا بدأت الكثير من العوائل تحويل وجهات سفرهم إلى دول أقل كلفة سياحية مع وجود كل ما يلبي احتياجاتهم. فعلا نصايح سديدة أستاذ عارف، نتمنى أن الكل استفاد منها ومن موضوعنا اليوم، والنصايح اللي قدمها الأستاذ عارف خليفة باحث اقتصادي ومحاضر مصرفي ومتخصص في الاقتصاد المجتمعي والسلوك والتمكين الاستهلاكي على هالمعلومات والنصايح. نتمنى استضافتك استاذ في حلقات قادمة للحديث عن مواضيع أكثر تهم المستهلك. شكرا لكم ويعطيكم العافية إن شاء الله. شكرا لك استاذ. إذن مستمعينا نشكركم على حسن الاستماع. طبعا حلقتنا لهذا الأسبوع كالعادة ثرية بمعلومات تخص العروض الترويجية وكيف للمستهلك أن يتجنب الجانب السيء منها. نتمنى أن الكل استفاد من النصائح اللي قدمها لنا ضيفنا الكريم، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم وحلقة أخرى جديدة من نافذة المستهلك. هذه تحية مني ومن فريق العمل، إلى اللقاء. هذا البرنامج من إعداد إدارة حماية المستهلك، من تقديم فاطمة محمد ومريم القانع، والإخراج محمد نعمة.